النهارده الدكتور محمد سلطان في البحيره قام بزياره لنادي دمنهور بحثهم على زي ما اللي هو علاء ابو زيد قعد مع الرجاء وقال لهم لازم تصعدوا دوري ممتاز. الدكتور محمد سلطان النهارده مع دمنهور قال لهم لازم تصعدوا الدوري الممتاز. اشوف زياره الدكتور محمد سلطان لنادي دمنهور والتدريب النهارده وارجع اكمل مع ضيفي الكريم. كانت هناك ظروف يعني في السنه الماضيه، لكن السنه دي فرصتنا ان شاء الله كبيره جدا لدمنهور انه يصعد للممتاز، واحنا بنقدم له كل الدعم. وانا يمكن النهارده وسط الشباب ووسط مجلس الاداره الحقيقه انا متاكد ان شاء الله بالاصرار وبالعمل والتدريب الجيد ان شاء الله هيصعد الفريق. اتمنى طبعا وجوده مع المحافظ الشريف النهارده وهتبقى دفع للفريق، خصوصا احنا داخلين على اول الدور الثاني، ودي بتعتبر النهارده للولاد بتبقى دفع قوي جدا من محافظ البحيره والسكرتير العام المساعد. ده النهارده هتشرفه النهارده لنا، بيعتبر النهارده دفع للفريق بجانب مجلس الاداره والولاد. يمكن انت شايف يمكن العمليه النفسيه عندهم الحمد لله يمكن على استعداد جامد وعندهم استعداد ان شاء الله للعوده الممتاز ان شاء الله. هو بالفعل احنا كان في زياره من قبل مجلس اداره المكتب معالي المحافظ. معالي المحافظ كان من قبل كان دعم الفريق قبل الدور الاول، وهو برضو احنا مقدرين ظروف البلد ومشاغل والمشاكل الكثيره، لكن رغم هذه الظروف والمشاكل معالي المحافظ جه تفضل بزياره النهارده، وبرضو هو على وعد ان هو يدعم الفريق في المرحله دي. زي ما انت عارف ان فريق دمنهور انهى الدور الاول ومتصدر المجموعه، فدمنهور اقرب ان شاء الله للصعود، وطبعا الصعود ده مش هيجي من فراغ، لازم دعم مادي. كانت لافته جميله من محافظ البحيره ان هو جه مع مجلس اداره النادي في زياره للفرقه، وان شاء الله يعني استعدادنا بالنسبه للراوند الثاني الدور الثاني ان شاء الله بيبدا من يوم السبت مع ماتش ماليه كفرزات. ربنا يسهل ان شاء الله التوفيق يكون حليفنا في الفتره الجايه ديت، لان احنا عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى ان السنه دي نحقق حلم دمنهور للمره الثانيه ان شاء الله. احنا ورا الفريق طبعا باذن الله في طريقه للصعود، واحنا دلوقتي متصدرين الجدول بفارق بونت واحد عن فريق الاولمبي. ده مش كافي، مش كافي طبعا ان احنا نطمن، احنا لسه قدامنا الدور الثاني طويل. احنا طالبين بس الدعم من سياده المحافظ، وزيارته النهارده دي كانت زياره يعني جت في وقتها. الحمد لله والفضل لله والشكر لله، احنا بنحتل كلمه المجموعه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نصعد ونلعب ماتش فيصل ونصعد الدوري الممتاز باذن الله.